السلام عليكم ورحمة الله. ده الجزء الثاني من مراجعة تلت الامتحان سنة تالتة إعدادي. ده جزء المحادثة والقطع والجزء بتاع الكلمات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد is talking to the clerk in the train station. أحمد بيتكلم مع الكلارك in the train station. أحسن حاجة إن أنت توقف الفيديو وتحل الأول مع نفسك وبعد كده تسمع الحق. Where does the train أسوان to أسوان leave from؟ يعني القطار بتاع أسوان بيغادر من فين؟ Where يعني أين؟ ماشي، فكان في إجابة وبعد كده كان أحمد قال له بلاتفورم 5. في تعجب هنا، معنى كده إن هو قال حاجة مرتبطة بالإجابة دي. رصيف رقم 5، يبقى هيقول إيه؟ الكلارك الموظف هيقول له إن القطار بيغادر من رصيف رقم 5. قولها له ازاي دي؟ ذا ترين فين يغادر؟ ذا ترين تو أسوان ليف. أقول ليف؟ لأ، ما كان في داز، يبقى أحط الليف ده هي الإس بتاعتها. ذا ترين تو أسوان ليفز فروم بلاتفورم 5. يبقى نكتب هنا كده ذا ذا ترين تو أسوان ليف. ما ينفعش بعد المفرد أحط الفعل بدون إضافات، حتى لو أنا مش يعني بالعقل كده، ما ينفعش بعد المفرد أحط فعل بدون إضافات. هو ترين ده مفرد، يبقى أقول ليفز فروم بلاد فور فايف. ماشي، ده كان السؤال الأولاني أو الإجابة الأولانية. The train to Aswan leaves from platform 5. بعد كده بعدين سأل سؤال تاني. The next train leaves in 5 minutes. يعني القطار اللي بعد كده هيغادر في خلال 5 دقايق. يبقى متى سيغادر القطار التالي؟ متى يعني إيه؟ يعني وين؟ فين الفعل المساعد؟ الفعل بآخره اس، يبقى الفعل المساعد does. when does the next train leave؟ بس. وبعدين سأل سؤال تاني. it takes 7 hours، بيستغرق 7 ساعات. يبقى ما المدة التي يستغرق؟ يعني ايه ما المدة؟ يعني how long. فين الفعل المساعد؟ مفيش، والفعل في آخره اس، يبقى how long does it take. مش هعمل اي حاجه، انا اهو هاو لونج احطها في الاول وبعدين هطلع داز قبل تي قبل ات واقول هاو لونج واكمل بقى هاو لونج داز ات تيك لحد ما اوصل للاجابه اللي هو هيجاوبها. طبعا مش هينفع اكتب الاجابه في السؤال، يبقى هاو لونج داز ات تيك. هاو لونج داز ات تيك. Are there any other trains to Aswan؟ هل في قطارات تانية لأسوان؟ Yes، وعمل مقص. There are، عمل مقص بين are there، تبقى there are. What time does this one leave؟ ما الوقت اللي هيغادر فيه؟ أي وقت بقى؟ at 5 o'clock مثلا، الساعة 5، أي وقت مش هتفرق. دي كده المحادثة الأولى. المحادثة التانية. A customer is complaining. What is the meaning of complain؟ complain معناها يشتكي. أمال شكوى يعني إيه؟ شكوى يعني complaint. A customer is complaining about a wrong delivery. الكاستمر يعني الزبون بيشتكي من توصيل خطأ. assistant to مين؟ هلو how can I help you؟ كيف أستطيع مساعدتك؟ هقول إيه؟ انا عايز اعمل شكوى. يعني انا عايز اعمل شكوى. اي وانت عرفنا منين؟ عرفنا من عنوان المحادثه. I want to make a، يعني ايه بقى كم شكوى؟ يعني complaint. I want to make a complaint، عايز اعمل شكوى.
مدير، وبعدين سأل سؤال: I ordered a kettle from your website. أنا طلبت كاتل من الويب سايت، but you sent me a toaster، كان بعتولي توستر. يبقى هتقول له: ما هي المشكلة؟ ما هي مشكلتك؟ What's your problem؟ وممكن أقوله برضو: What's your complaint؟ عادي. What's your problem أو What's your complaint؟ I ordered a kettle، طلبت كاتل لكن وصلت متأخرة. وبعدين سأل حاجة: Yes the order number. مش يبقى هقول له: ممكن تقول لي رقم؟ طالما في yes يبقى لازم نبدأ بفعل مساعد. ممكن تقول لي رقم الطلب؟ كان you tell me، كان you tell me. ممكن تقول لي the order number، رقم الطلب، the order number. قال لها yes the order number is 352. when did، طب هو لو ما كانش جايب yes، يعني هو عشان جايب yes انا اضطريت ان انا اقول can you tell me، ممكن تقول لي رقم الطلب، لكن لو ما كانش فيه yes هقول ايه؟ what is the order number بس على طول، لكن عشان yes انا لازم ابدا بفعل مساعد اللي هو هل. when did you order the kettle، متى طلبت الكاتل؟ اي حاجه في الماضي طالما في did، last week مثلا. Can I take your phone number؟ ممكن اخد رقم تليفونك؟ Yes. ايوه، واكتب اي رقم مثلا 0111، اي حاجة. ماشي. سارة is talking to نهى about an interesting book. سارة بتتكلم مع نهى عن interesting book، يعني كتاب ممتع. Hello سارة، what are you doing؟ هتقول لها انا بقرأ كتاب. عرفنا من هنا اشيل what و are you على طول بتتحول ل I am، يبقى I am reading a book. I am reading a book. ماشي. وبعدين سألت سؤال، قالت لها it is called David Copperfield، يسمى David Copperfield. يبقى ماذا يسمى؟ ماذا يعني what؟ it is تتحول ل is it. what is it called؟ What is it called؟ ماذا يسمى؟ It is called David Copperfield. Is it interesting؟ هل هو ممتع؟ Yes. وعمل مقص؟ Yes. It is. وبعدين سألتها سؤال تاني، قالت لها It was written by Charles Dickens، يعني هو كتب بواسطة تشارلز ديكن. يبقى هو كتب بواسطة من يعني ايه؟ يعني هو. من الفعل المساعد اللي في الجملة؟ was، اهي was اهي، وعامل مقص، يبقى هو was it written boy، يعني هو كتب بواسطة نون. Can I borrow this book when you have finished reading it؟ ممكن كان يبورو، ممكن استلف الكتاب ده لما تخلصي قراءته؟ يس. وعمل مقص، يس يو كان، يس يو كان. ممكن اقول، انا عايزه بس اعوضكم على موضوع المقص، لكن ممكن اقول يس شور، يس اوف كورس، اهي كلمه اوف كورس، نشوفها تتكتب ازاي عشان ما نغلطش فيها. ماشي. ريم از انفايتنج عزه تو هير سيسترز ويدنج بارتي. ريم بتدعو عزة لحفل زفاف أختها. Good evening عزة. Good evening ريم. How are you? Fine. My sister is going to get married. أختي هتتجوز. وقالت لها حاجة: I would love to. Congratulations. هنا هتدعوها، بس الدعوة مش سؤال، دعوة جملة عادية. يبقى I I want you to come. أنا عايزاكي تيجي.
I would love to congratulations، انا احب زي congratulations. وبعدين سألت سؤال it will be next Thursday day، يبقى هيكون يوم الخميس الجاي، يبقى متى سوف يكون، متى يعني when، فين الفعل المساعد، فين الفعل المساعد، فعل المساعد will، اعمل له مص، when will it be، بس كده الإجابة next Thursday مش هكتبها، when will it be. I am really happy for here، أنا سعيدة ليها. وبعدين سألت سؤال at home، يبقى متى، أين سوف يكون، أين يعني إيه where، مفيش فعل مساعد في الجملة اللي تحت، أجيبه من فوق، where زي اللي إحنا عملناها، بدل when أخليها بقى where، ونفس الفعل المساعد where will it be. At home would you invite سما، ممكن تدعو سما please. No، لأ، أو ممكن أقول yes، ماشي، but، ولكن I don't know her number. ماشي، ممكن أقول كده، وممكن أقول no I couldn't، مش هقدر، no I couldn't، مش هقدر. ليه بقى مش تقدري؟ علشان مش معايا الرقم بتاعها. No I couldn't، I don't know her number. You could email her، ممكن ان انتي تبعت لها ايميل، فهتقول لها ايه good idea، يعني فكرة جيدة، good idea يعني فكرة جيدة. A man is asking هاني for help، راجل بيطلب من هاني المساعدة. Could you help me please؟ ممكن تساعدني من فضلك؟ Sure، أو yes of course، أو yes I can. وبعدين سأل سؤال، قال له there is a good hotel near the Nile، بقى يقول له أنا عايز أروح، أنا عايز أروح فندق كويس. I want to go to a good hotel. قال له ماشي، في good hotel قريب من النيل. وبعدين سأله سؤال it is five stores، يبقى how many stores is it، هو كم نجمة، how many stores is it، قال له 5 نجوم. وبعدين سأل سؤال تاني، قال له yes there is a cheaper one، هل يوجد واحد أرخص، is there، ما هي بدل there is أخليها is there، is there ايه تشيبر one، يعني هل يوجد واحد ارخص، yes there is a cheaper one but it is so far، لكنه بعيد جدا، you will have to take a taxi، هتضطر انت تاخد تاكسي، I will do، افعل. وبعدين قال له حاجة، قال له you are welcome، من هنا قال له thank you. سالي اند راندا ار توكينج اباوت اونلاين شوبينج، سالي وراندا بيتكلموا على تسوق اونلاين. هل له وات ار يو دوينج راندا، هل له سالي، اي ام شوبينج اونلاين، يعني انا بتسوق عبر الانترنت. وبعدين سألتها سؤال، قالت لها I am ordering headphones online، أنا بطلب headphones، سماعات أونلاين. يبقى ماذا تطلبين، ماذا يعني what، بدل I am تبقى are you على طول، على طول I am تحول ل are you في السؤال. What are you ordering، what are you ordering.
ماشي. السؤال الثالث سأل قال له because it is easier to buy what I need، لأنه من السهل إن إحنا نشتري ما نحتاجه. هيبقى السؤال هنا بكلمة why، يعني لماذا، وعلى طول بجيب الفعل المساعد والفعل بتاع why من فوق، ما ببصش تحت خالص. لما أقول why ما ببصش تحت، ببص فوق. يبقى لماذا أنت بتطلب على النت، يبقى why الفعل المساعد والفعل قلنا هجيبه منين، من فوق. طالما هقول له واي ببص فوق ما ببصش تحت، كل الافعال المساعده بجيبها من تحت الا سؤال هو واي، ببص فوق بجيب الفعل المساعد من الجمل اللي قبليه. يبقى واي ايام تتحول ل ار يو، واي ار يو اوردرنج فونز اونلاين، او واي ار يو اوردرنج اونلاين، هو انت ليه بتطلب على النت، واي ار يو اوردرنج اونلاين. اكتبها Why are you ordering online؟ لماذا تطلب online؟ Because it is easier to buy what I need. يبقى خلاص، يبقى قلنا why أيام تتحول ل are you، why are you ordering online. Do they deliver it on time؟ هل هم بيوصلوا في الوقت؟ Yes، وأعمل مقص، yes، وأعمل مقص كده، is they do؟ خلاص yes they do. وبعدين how long does it take، ما المدة اللي بيستغرقها. ماشي، how long does it take يعني ما المدة اللي بيستغرقها. اقول it، او ينفع اقول it take كده واسكت؟ لا، ما ينفعش اقول it take واسكت، لان ده it he she it، ما ينفعش يجي بعديهم فعل بدون اضافات. اقول it takes مثلا 3 days، 3 ايام، a week، اسبوع. المحادثة السابعة، روحي. A customer wants to buy a new TV. طبعا طالما قال لي كده انا لازم هستخدم الجملة دي هنا. شايف السؤال بتاع assistant يعني البائع، والcustomer يعني الزبون، can I help you، اي خدمة. فهتقول yes انا عايز اشتري تلفزيون جديد. مش هقول yes you can واخلص، لان لازم في معلومة هنا هو مديها لي. اقول ايوه انا اريد ان اشتري تلفزيون جديد. Yes I want، بدل customer هقول I، وأي ما بتحبش الاس يبقى بدل wants تبقى want. I want to buy a new TV. I want to buy a new TV. ماشي، do you want a smart one or an ordinary one؟ عايزه ذكي ولا عادي؟ قال له حاجة، قال له اوكي the one over there is smart. يبقى هو عايزه ايه؟ عايزه smart. اشيل دو، مش طبعا مش عشان هنا، مش عشان برضو هنا اول ما الاقي دو اقول yes I do، عشان في هنا كلمة or، فهو بيخيرني بيقول لي انت عايز واحد ذكي ولا واحد عادي. فانت مش هتقول yes I do، yes I do ما فيهاش كده، ما فيهاش اجابة. هتقول له انا اريد تليفون ذكي، اشيل دو يتحول ل اي، يبقى اي وونت ا سمارت وان، اي وونت ا سمارت وان. اوكي ذا وان اوفر ذير از سمارت، اللي هناك ده ذكي. وبعدين سأله سؤال it is 5000 ايجيبشن باوندز، هو ب 5000 جنيه، يبقى كام السعر، كام السعر يعني ايه، يعني how much is it، how much is it يعني كم سعره. it is 5000 English pounds. وبعدين سأله سؤال تاني yes there is a discount، أشيل yes وهنا is أطلعها في الأول، is there a discount، is there، هل يوجد a discount. مش yes there is a discount، yes there is a discount، you can pay، تستطيع أن تدفع 4900 اللي إيه. أوكي thank you، thank you. كمال and سامي are talking about spending a day outdoors. كمال وسامي بيتكلموا عن قضاء يوم في الخارج. What about spending a fun day outdoors next week, next Friday؟ What about يعني ايه رأيك؟ ده اقتراح كده ان احنا نقضي يوم في الخارج. فقال له حاجة، شال وي جو تو ذا بيتش،
يبقى هوافق ولا موافقش؟ وافق، هيقول له good idea، يعني فكرة جيدة. فكرة جيدة. shall we go to the beach؟ نروح البيتش، نروح الشاطئ. قال له حاجة. well can you suggest another place؟ ممكن ان انت تقترح مكان تاني. يبقى هو هنا ايه؟ رفض. قال له no. I don't want. أنا لا أريد. I don't want to go to the beach. أنا مش عايزة أروح الشاطئ. فقالوا إيه؟ طب ماشي. Can you suggest، ممكن تقترح another place؟ I suggest going to the park. أقترح إن إحنا نروح الحديقة. Wonderful. وبعدين سألوا سؤال، قال له yes there is a lot of fun. أشيل yes وأعمل بس مقص، بدل there is تبقى is there. Is there a lot of fun؟ Is there a lot of fun؟ هل يوجد كثير من المتعة؟ Yes there is a lot of fun. وبعدين سأل سؤال تاني، there are entertainment stages, restaurants, plenty of rides and a dolphin show. يوجد entertainment stages يعني مسارح للتسلية، وريستورانتس ومطاعم، بلنتي اوف رايدز وكثير من الرايدز يعني الألعاب، اند دولفين شو وعرض دولفين. يبقى ماذا نستطيع نفعل هناك؟ what can we do there. what can we do there. ماذا نستطيع أن نفعل هناك؟ طب لو واحد مش عارف يكتب كده، ممكن نعمل اللي احنا بنقوله what واعمل مقص بس، what or there، يعني ماذا يكون هناك. ان شاء الله تبقى صح الاجابه. there are، ماشي. هيقول له ايه؟ that's fine، هذا رائع، او that's amazing. that's amazing، هذا رائع. A tourist asks about the way to the pyramids. يعني سائح بيسأل عن الطريق للأهرامات. محادثة بين التورست وسامي. Excuse me sir, would you kindly tell me the way to the pyramids؟ ممكن تقول لي الطريق إلى الأهرامات؟ فهيقول له إيه؟ Yes. وهيوصف له طريق الأهرامات. Yes. ممكن يوصف الطريق إزاي؟ go straight on، امشي على طول، and turn right مثلا، واحمد يمين. وبعدين سأل سؤال، قال له about half an hour، بتاخد حوالي نص ساعة. يبقى ما المدة؟ ما المدة يعني ايه؟ how long. بسأل عن الطريق بياخد قد ايه، يستغرق. how long does it take، ما المدة التي يستغرقها، بياخد حوالي نص ساعة. haven't you been to the pyramids before؟ وانت ما رحتش الأهرامات قبل كده؟ قال له حاجة، this is my first visit. يبقى no I haven't، لا ما رحتش. no I haven't، لا انا ما رحتش. I hope you will like them. أتمنى إن هم يعجبوك. They are great، هم رائعين. وبعدين سألوا سؤال، at the Sheraton، يبقى أين تقيم؟ أين يعني where do you، يعني إيه يقيم؟ يعني stay، أنت قاعد فين؟ where do you stay؟ at the Sheraton، في الشيراتون. how do you like my country؟ how do you like، دي معناها بسأله عن رأيه. إيه رأيك في بلدي؟ It's great، إنها عظيمة. It is great، إنها عظيمة. مريم is talking to ندى who has bought a new smart TV. مريم بتتكلم مع ندى اللي اشترت سمارت TV جديد. مريم what a nice TV، يا له من تلفزيون جميل.
وين ديد يو باي ات، اشتريتي امتى، هقول اي حاجه في الماضي. ممكن اقول يسترداي، يسترداي، او ممكن اقول اجابه كامله اي بوت ات يسترداي. هاو ماتش از ات، ادي اي سعر بقى. ات از، بدل از ات تبقى ات از، بدل از ات اللي في السؤال خليها ات از. مثلا 3000 باوند اللي هو ب 3000 جنيه. وبعدين I bought it from كايرو مول، أنا اشتريته من كايرو مول، يبقى اشتريتيه منين؟ أين يعني؟ وير في الفعل المساعد، في الفعل المساعد بوت في الماضي، يبقى الفعل المساعد did. Where did I تتحول ل you؟ Where did you أرجع بوت لأصلها تبقى buy؟ Where did you buy it؟ Where did you buy it؟ أين اشتريتيه؟ أنا اشتريته من كايرو مول. وبعدين سألت سؤال قالت لها yes it has a 30% discount، أيوة هو عليه خصم 30%. فين هنا الفعل المساعد؟ محدش قال إن الفعل المساعد هنا هاز، هاز بتبقى فعل مساعد لما يجي بعديها فعل تاني في التصريف التالت. طب هنا مفيش بعديها فعل، يبقى مش هاز، هاز مش فعل مساعد. الفعل المساعد هنا does، does it، وأرجع هاز لأصلها تبقى have. does it have a discount، هل كان عليه خصم؟ Does it have a discount؟ هل هو عليه خصم؟ Yes it has a 30% discount. Can you come with me to get one؟ ممكن تيجي معايا عشان اشتري واحد؟ ممكن هقول yes واعمل مقص yes I can. طب ممكن اقول yes sure، ايوه بالتأكيد. احمد is talking to his friend حاتم about their favorite hobbies. احمد بيتكلم مع صديقه حاتم عن هوايته المفضلة. How are you حاتم؟ Fine thank you. What do you do in your spare time؟ بتعمل ايه وقت فراغك؟ فقال له حاجة، قال له reading is really useful، القراءة ممتعة. يبقى هو بيعمل ايه بقى؟ I read books، أنا بقرأ كتب. فقال له reading is very useful، أن القراءة ممتعة. وبعدين سأله سؤال تاني، I like reading scientific books، أنا بحب أقرأ الكتب ال scientific يعني العلمية. يبقى ما نوع الكتب التي تحب أن تقرأه؟ يعني ايه ما نوع؟ يعني what kind، what kind of books، او ممكن اقول what kind. فين الفعل المساعد هنا؟ مفيش. ولايك فعل بدون اضافات. what kind do you like، او what kind of books do you like. what، انا بسهلها بس، يعني لو قلت what kind do you like صح، what kind of books do you like صح، what kind of books. اهم حاجه نطلع الفعل المساعد، الفعل المساعد هنا دو عشان لايك بدون اضافات، دو وهتتحول ليو. How kind of books do you like؟ تعالي تستفيد. What kind of sport I usually do sports؟ أنا بعدين سأله سؤال تاني، قال له I usually do sports يعني وماذا عنك؟ طب وأنت بتعمل إيه؟ يعني لما أجي أقول له حاجة، طب وأنت؟ واحد بيقول لك أنت بتحب تعمل إيه؟ فقال له أنا بحب أقرأ كتب. طب أنت عايز تسأله بقى نفس السؤال، تقول له طب وماذا عنك وأنت؟ أقول له إيه؟ What about you؟ طب لو أنا نسيت الجملة دي ممكن أكتب نفس السؤال اللي فوق أهي، what do you do، أو what is your favorite hobby، ماشي، أو what about you يعني وأنت، أو what is your favorite hobby، أو what do you do، ماشي، what about you، وماذا عنك، I usually do sports، بلعب رياضة، what kind of sport do you do، ما نوع الرياضة اللي أنت بتلعبها. فقال له حاجة وبعدين قال له كاراتيه is good، يبقى I play كاراتيه، أو I do كاراتيه. كاراتيه is good but it is dangerous. Why don't you play football؟ ليه ما تلعبش كرة قدم؟ ممكن يقول له أي سبب بقى. It is boring for example، إنها مملة. It is boring. ماشي. A patient is talking to a doctor. في مريض بيتكلم مع الدكتور about his illness، عن مرضه. قال له what's wrong with you، الدكتور والبيشنت. فقال له حاجة، it started yesterday، what did you eat؟ يبقى هو عنده ألم في معدته، يبقى I have a stomachache. I have يعني أنا عندي a stomachache. Stomachache. I have a stomachache. وبعدين قال له حاجة، قال له it started yesterday، بدأ امبارح، يبقى متى بدأ، متى يعني when. started بعرف أخره إيدي، يبقى when did it، ارجع start اصلها it start، when did it start يعني متى بدأ، it started yesterday بدأ بالامس،
What did you eat yesterday؟ كلت ايه امبارح؟ I ate شوكليت. عرفنا منين؟ عرفنا من تحت، قالت شوكليت شوكولاتة، يبقى هو ايه؟ اداني معلومة تحت، I ate chocolate. شوكليت let me take your temperature، خلينا نشوف درجة حرارتك كده. it is 38 38. وبعدين قال له حاجة، that take this medicine and you will be right. ممكن نقول ماذا يجب أن أفعل؟ what should I do؟ ماذا يجب أن أفعل؟ قال له خد الدواء ده وهتبقى كويس. في الآخر هيقول له thank you. دليل رقم 13، باسم is at a cafe، باسم في قهوة. He is asking for some coffee. Excuse me, are you ready to order, sir؟ أنت جاهز عشان تطلب يا سيدي؟ Yes, please. I would like some coffee. وبعدين سأله حاجة، قال له I would like it black، عايزها لونها، عايز نوعها أسود، يعني نوع ده نوع القهوة. يبقى what kind من النوع اللي أنت عايزه. What kind do you like؟ what kind of coffee أو what kind على طول do you like النوع اللي أنت عايزه. I would like it black، عايزها black. وبعدين سأله حاجة، I would like a little piece of chocolate. Would you like a little piece of chocolate؟ مفيش أي حاجة، شيل yes. I would تتحول ل would you. Would you like، هل تحب a piece of chocolate؟ قال له يس. وبعد كده anything else، اي حاجة تاني؟ فقال له حاجة، a newspaper، جريدة. يقول له انا عايز newspaper. I want، انا اريد a newspaper، انا عايز جريدة. a newspaper. وبعدين سأل، وبعدين قال له حاجة، فقال له خلاص I will check news on the internet. ماشي، فيقول له I want a newspaper، انا عايز newspaper. فقال له a newspaper، جريدة. We don't have newspapers، ما عندناش جرائد. فقال له حاجة، I will check the news on the internet، أنا هشوف الأخبار على الإنترنت. يبقى هنا لا، مفيش مشكلة، خلاص no problem، أنا هشوف الأخبار على الإنترنت no problem. وبعدين هدى is very upset، هدى متضايقة. because she failed an exam، لأنها سقطت في الامتحان. فاطمة، هاي هدى what's wrong؟ هاي فاطمة هتقول لها أنا سقطت في الامتحان، بدل هي she is هقول ايه؟ I am أو I failed in the exam. هجيب الكلمة من فوق عشان ما نمرش في الزمن. I failed in the exam. I failed in exam. ماشي، what has happened؟ عمل ايه؟ what has happened يعني ايه اللي حصل؟ وبعدين my advice is to breathe in and out slowly. يبقى هنا احنا هنا غلطنا، لان هو بعد كده بيسأل، يعني هو هيسأل هنا سؤالين. What's wrong هاي فاطمة؟ هتقول لها I am very upset، يعني انا حاسة ان انا متضايقة. I am very upset، يعني انا حاسة ان انا متضايقة، لأن هي هتسألها تاني I'm very upset، أنا متضايقة. وبعدين وقالت لها what has happened، هنا بقى هتقول لها إيه؟ أنا سقطت في الامتحان، I failed an exam. I failed an exam. وبعدين my advice، نصيحتي is to breathe in and out slowly، إن أنت تتنفسي شهيق وزفير، تدخلي هواء وتخرجي slowly ببطء. ده اللي هي mindfulness، اللي هي الصحة العقلية. وبعدين سأله حاجة، قال له شور، قالت لها شور it will help you to relax. شور هي يس، يعني شير شور واعمل مقص. يبقى بدل it هتبقى will it help me to relax. will it help me to relax. will it
هل ميني تو ري لاكس؟ Sure it will help you to relax. وبعدين سأل السؤال you should think about the present not the past. لازم تفكري في المضارع في الحاضر مش المستقبل. يبقى هنا هتقول لها ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا يعني what؟ فين الفعل المساعد اللي تحت؟ أهي الفعل المساعد should. Should will وcan وcould وكل ده من الأفعال المساعدة. What should أعمل مقص؟ What should إيه؟ بعمل مقص بدل you should تبقى should I. What should I do؟ ماذا يجب أن أفعل؟ What should I do؟ ماذا يجب أن أفعل؟ You should think about the present not the past. وبعدين سألتها سؤال you have given me great help، أنت ساعدتيني كتير. يبقى هنا هتقول لها thank you. نادر and ماهر are planning to visit the museum. نادر وماهر بيخططوا إن هم يزوروا المتحف. نادر هوي ماهر would you like to visit the museum tomorrow؟ تحب تزور المتحف بكرة؟ yes it's a good idea. وسأله سؤال it opens at 9، بيفتح الساعة 9. يبقى متى يفتح؟ متى يعني ايه يعني when؟ فين الفعل المساعد هنا؟ الفعل في آخره s، يبقى الفعل المساعد does. يبقى when does it open؟ when does it open؟ shall we go by metro؟ ممكن نروح بالمترو؟ yes وأعمل مقص yes we shall أو yes good idea. السؤال الثالث سأل سؤال قال له the first metro train leaves at 8 a.m. أول قطار مترو بيغادر الساعة 8. يبقى متى يغادر أول قطار مترو؟ متى يعني إيه يعني وين؟ فين الفعل المساعد هنا؟ فعل في آخره إس، يبقى الفعل المساعد إيه؟ does، هجيبه في الأول. يبقى when does the first metro train leave؟ بس هي الفعل بدون إضافة. How long does it take؟ ما المدة اللي بيستغرقها؟ it takes مثلا أي حاجة 30 minutes، half an hour، it takes an hour، 10 minutes. Is the station far from the museum؟ هل المحطة بعيدة عن المتحف؟ No، واعمل مقص. No it isn't. No it isn't. عمر has a toothache. عمر عنده toothache يعني ألم في أسنانه. He is at the dentist. وهو في عند الدنتست. الدنتست يعني طبيب الأسنان. عمر هلو عمر what's wrong with you؟ ماذا بك؟ هنجيبها من فوق بقى، هيقول له إيه؟ بدل عمر هتبقى I، بدل has تبقى have. I have a toothache. يبقى في رقم واحد هكتب ايه؟ I have a toothache يعني عندي ألم في أسناني. open your mouth، افتح بقك please. وبعدين سأل سؤال تاني the one in the middle، يبقى هيسأله which tooth. which tooth hurts you؟ which tooth hurts you يعني أي سنة بتؤلمك؟ which tooth كلمة صعبة هكتبها عشان نلحق نحل الملزمة كلها. which تروس هارتس، هارتس يعني تقولين وتروس هارتس. ذا وان ان ذا ميدل، التوس اللي في السنه اللي في النص. اي سي. وبعدين سأله سؤال يس ات هارتس تو ماتش، بتؤلمني كثيرا. اشيل يس yes. فين الفعل المساعد هنا؟ الفعل في اخره اس هنا. يبقى الفعل المساعد ايه؟ داز. يبقى داز ات هارت تو ماتش، داز ات هارت تو ماتش. وبعدين سأله سؤال ويل يو بوت ات بول ات اوت، هو انت هتخلعها؟ هيقول له no it is not serious، الأمر مش خطير. يبقى هنا no. so what should I do دكتور، ماذا يجب أن أفعل يا دكتور؟ قال له حاجة، فقال له that's right عندك حق. طالما قال له عندك حق يبقى نفس الجملة اللي بعديها دي هكتبها فوق، أو لما يجيني في الآخر كلمة to كده يبقى نفس الجملة اللي قبليها، يجيلي في الآخر كلمة to كده نفس الجملة اللي قبل to أيضا دي برضو هكتبها فوق. ماشي that's right عندك حق. I should stop eating candy، انا يجب ان اتوقف عن اكل الحلوى. يبقى هنا النصيحه اللي هو هيقولها له ايه؟ يو، نفس اللي هو قاله تحت يو، بس اي تبقى ايه؟ تبقى يو. يو شود ستوب، انت يجب ان ستوب يعني تتوقف، ستوب eating candy، يجب ان تتوقف عن اكل الكاندي يعني الحلوى. passenger is booking a ticket، مسافر بيحجز تذكرة to Alexandria إلى اسكندرية. number 17 a passenger يعني الراكب is booking بيحجز، book يعني كتاب أو يحجز، a ticket to Alexandria. assistant يعني البائعة أو الباسنجر، can I help you؟ فيقول لها أنا هيقول لها أنا عايز أحجز تذكرة لاسكندرية. يبقى yes
طبعا طالما قالت كده يبقى لازم انا اجاوب بيس. وبعدين اي وونت، انا اريد تو ان احجز، يعني ايه؟ يعني بوك ايه تيكت تو اليكس، انا عايز احجز تذكره تو اليكس الى اسكندريه. حط نقطه. Would you like it a single or return? Single يعني تذكرة ذهاب فقط، و return تذكرة ذهاب وعودة. I would like a single please. وبعدين سألتها سؤال، there is an express train in half an hour. يبقى when، متى، في الفعل المساعد، نبص من تحت ونجيب الفعل المساعد. في هنا is، there is، يبقى when is the express ترين، يعني القطر السريع امتى؟ او ممكن اقول وير از ذا ترين، ذير از ان اكسبريس ترين ان هاف ان اور، بعد نص ساعه. وبعدين سأل سؤال، ات از ال اي 50 ان ايكونومي بلس، يعني يبقى ب 50 جنيه في الدرجه الاقتصاديه. يبقى هاو، سعر السعر، هاو ماتش، بدل ات از تبقى از ات، هاو ماتش از ات. How long does it take؟ يعني ما المدة التي يستغرقها؟ هقول it takes مثلا 3 hours. It takes 3 hours يعني بيستغرق 3 ساعات. Could you tell me which platform the train leaves؟ ممكن تقول لي أي رصيف؟ platform 5 يعني رصيف رقم 5. سارة is sad because her bad result at English exam. سارة زعلانة عشان نتيجتها السيئة في امتحان الإنجليزي. مظهر وسارة، what's wrong with you سارة؟ you seem sad، شكلك زعلانة. nothing mom. وبعدين سألت حاجة، what، why did you have low marks in English؟ ليه حصلت على درجات وحشة في الإنجليزي؟ يبقى هنا هتقول لها أنا حصلت على درجات سيئة في الإنجليزي. I have a low mark in marks in English. هي نفس الجملة دي هكتبها، I have low marks in English. وبعدين قالت لها ليه؟ فقالت لها حاجة، قالت لها difficult. بس السؤال هنا هتقول لها إن الامتحان كان صعب. The exam was كان difficult. The exam was difficult. الامتحان كان صعب، قالت لها difficult صعب. وبعدين سألت لها سؤال تاني، yes all my classmates complain too. كل زمايلي بيشتكوا أيضا. يبقى أشيل هنا yes وأدور على الفعل المساعد هنا، complain ده فعل بدون إضافات، يبقى الفعل المساعد do أطلعها في الأول. do all بدل ما تبقى your، do all your classmates complain، do all your classmates complain. هل كل زمايلك بيشتكوا؟ قالت لها أيوة كل زمايلي بيشتكوا، they all got low marks too، كلهم جايبين درجات وحشة أيضا. يبقى السؤال هنا إيه؟ do وبعدين all وما تتحول your وكمل. no problem you should study more English، مفيش مشكلة ذاكر إنجليزي أكتر. وبعدين سألتها سؤال، you should revise every day، لازم تراجع كل يوم. ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا يعني إيه؟ يعني what، بدل you should تبقى should I. what should I do، what should I do، ماذا يجب أن أفعل؟ قلت لها لازم تراجع كل يوم. ففي الآخر هتقول لها thank you mother، شكرا يا أمي. بسمة is talking with her friend آية about a football match. بسمة بتتكلم مع صديقتها آية عن football match، عن ماتش كرة القدم. وحسب بسمة وآية، I am going to Tala Sports Club tomorrow، أنا رايحة بكرة مركز شباب تالا، نادي تالا. Would you like to come، تحب تيجي؟ Of course I would love to، طبعا عايزاكي. وبعدين سألتها حاجة، قالت لها my brother is on the football team، أخويا في فريق كرة القدم. The final match is tomorrow، والماتش النهائي بكرة. يبقى هسأل هنا بإيه؟ لماذا أنت هتروحي ليه؟ Why. وقلنا السؤال بتاع هواي ده ما بجيبش الفعل المساعد من تحت، بجيب الفعل المساعد من فوق. يبقى هواي بدل I am تبقى are you. Why are you going to Tala Sports Club؟ Why are you going to Tala Sports Club؟ قالت لها عشان أخويا هناك. وبعدين سألتها سؤال تاني، قالت لها the final match starts at 3 p.m. الماتش النهائي بيبدأ الساعة 3. يبقى متى يبدأ الماتش النهائي؟ متى يعني when؟ هنا مفيش فعل مساعد، الفعل بآخره S. When does أطلعه في الأول، When does the final match start، When does the final match start.
هاو لونج داز ذا ماتش تيك، هيستغرق قد ايه؟ فقالت لها حاجه، ات فينيشز ات 4 بي ام، هيخلص الساعه 4، يبقى ات تيكس 1 اور. ات تيكس 1 اور بيستغرق ساعه واحده بس، ان هو هيبدا 3 وينتهي 4. وبعدين سالتها سؤال، قالت لها يو ار رايت، عندك حق، فاينل ماتشز ار هارد تو وين، الماتشات النهائيه صعب ان احنا نكسبها. انا قلت قبل كده لما الاقي كلمه يو ار رايت يعني عندك حق، هشيل الكلمه اللي بعد الجمله اللي بعديها دي اكتبها فوق، يبقى في رقم 4 هكتب ايه؟ final matches are hard to win. وبعدين رقم 5 قالت لها I wish him good luck too، لسه قايله لكم برضو لما الاقي في الاخر كلمه تو يبقى هشيل الجمله اللي قبل تو احطها هنا. فهي بتقول لها حاجه، قالت لها وانا كمان اتمنى له حظ سيء، حظ جيد، يبقى هشيل تو واحط بقى I wish him good luck هنا في رقم 5. سليم is talking to مازن who is reading about مجدي عبد السيد. سليم بيتكلم مع مازن اللي بيتكلم اللي بيقرأ عن مجدي عبد السيد. هاي سليم، هاي مازن، وات ار يو ريدنج، بتقرأ ايه؟ هاي سليم، هيقول له تمام، هيرد التحية يعني، وهيقول له بدل وات اي ام ريدنج اباوت مجدي عبد السيد. جبناها منين؟ جبناها من فوق هنا، اي ام ريدنج اباوت مجدي عبد السيد. وبعدين سأله سؤال، هي از ا كامبينر فور بيبل و ار ديسيبلد، هو ناشط للناس اللي ديسيبلد يعني المعاقين. يبقى من هو، من يعني ايه يعني هو، بدل هي از تبقى از هي، هو از هي، من يكون، هو از هي از ا كامبينر فور بيبل هو ار ديسيبل. سو از هي ديسيبل، هل هو نفسه معاق؟ يس، وعمل مقص، يس هي از. رقم 3 يس هي از. رقم 4 سأله سؤال، قال له هي وون ان اوورد، يبقى هل هو فاز بجوائز؟ فين هنا الفعل المساعد؟ او ما هي الجوائز التي فاز بيها؟ He won an award، فاز بجائزة from Cambridge University، من جامعة كامبريدج. ما الجوائز التي فاز بيها؟ ما يعني what؟ What awards؟ won دي في الماضي بقى الفعل المساعد did. What awards did he win؟ What awards did he win؟ Does he still help people now؟ هو هل هو لا يزال يساعد الناس؟ Yes، وعمل مقص، Yes he does. فريدة and مريم are talking about types of transport. فريدة ومريم بيتكلموا عن أنواع المواصلات. Which type of transport do you like؟ أي نوع من أنواع المواصلات أنت بتحبيه؟ هتقول لها I like، I like إيه؟ عرفنا من تحت إن هي بتحب ترامز، يبقى I like trams. وبعدين سألتها سؤال، قالت لها I like trams، أنا بحب الترامز، because they are more fun، لأنها ممتعة. يبقى لماذا تحبين الترامز؟ لماذا يعني إيه؟ يعني هو I like ده فعل بدون إضافات، يبقى الفعل المساعد do. Why do you like trams؟ Why do you like trams؟ وبعدين سألت سؤال، trams are electric، يعني الترامز electric يعني شغالة بالكهرباء. يبقى what kind of energy do train trams use؟ trams على electric، الترامز electric يعني كهربائية. so ولذلك، قال له حاجة، فقال له you are right، عندك حق، you are right، ترام، احنا قلنا ترام عند كلمة you are right، يبقى همسك الحاجة اللي بعديها اطلعها. You are right, they are better for the environment. عندك حق، هي مفيدة للبيئة. Some trams have two floors. يبقى انا هكتب ايه؟ So they are better for the environment. Some trams have two floors، في بعض الترامات عندها two floors يعني طابقين. Where do you like sitting؟ تحب تقعد فين؟ قال له حاجة، قال له I agree with you، نفس الطريقة برضو، I agree with you because sitting at the top is interesting. طالما قال كلمة I agree with you يبقى I like sitting at the top، أنا متفق معاك، الجلوس at the top يعني في الدور العلوي is interesting، ممتع، يبقى هيقول له I like sitting، I like sitting يعني أنا بحب الجلوس، I like sitting، بحب الجلوس at the top، at the top،
I agree with you because sitting at the top is interesting. أسماء today I am going to tell you about a bad thing that happened to me. النهاردة هقول لك عن حاجة سيئة حصلت لي. محادثة بين همسة وأسماء. همسة قالت حاجة، أسماء قالت لها I broke my camera while taking a photo of my brother. أنا كسرت كاميرا بينما كنت ألتقط صورة لأخويا. ماشي، يبقى دلوقتي أسماء بتقول لها النهاردة هقول لك عن حاجة حصلت، فطبعا كده همسة تقول لها إيه؟ What happened؟ ماذا حدث؟ What happened؟ ماذا حدث؟ فقالت لها I broke، أنا كسرت الكاميرا وأنا بلتقط صورة لأخويا. وبعدين سألتها سؤال، that happened last week، حصل الأسبوع الماضي، يبقى متى حدث؟ متى يعني إيه؟ يعني فين؟ فين الفعل المساعد؟ happened في آخرها إيه دي؟ يبقى الفعل المساعد did، أهو when did that اللي موجودة أول كلمة، وأرجع happened للأطلاق تبقى happened أشيل منها الإي دي، when did that happen؟ متى حدث ذلك؟ How did you feel؟ يعني انت بتحسي بإيه؟ I feel sad، أنا أشعر بالحزن. I feel sad. Was it a cheap camera؟ هل هي كانت كاميرا رخيصة؟ أعمل no، لأ no، وأعمل كومة كده بدل was it بقى it wasn't. No it was، وأحط not. No it was. No, it wasn't. Oh dear, I think you should repair it. أعتقد إن أنت لازم تصلحيها. فقالت لها حاجة، you are right, it's a good idea to give it back to the company. عندك حق، فكرة كويسة كويسة إن أنت ترجعيها للشركة. يبقى هتقول لها إيه؟ I will give it back to the company. طالما you are right يبقى هقول نفس الكلام أو نفس الفكرة. يبقى I will، أنا سوف give it back to the company يعني للشركة. آلاء عند سمير are talking about their favorite sport. آلاء وسمير بيتكلموا عن رياضاتهم المفضلة. What's your favorite sport سمير؟ ما هي رياضتك المفضلة يا سمير؟ فقال له حاجة، وبعدين سأل سؤال، because I like playing football، لأن أنا بحب ألعب كرة قدم. يبقى my favorite sport is football. يبقى الإجابة هنا تبقى إيه؟ my favorite sport is football. وبعدين قال له حاجة، because I like playing football. يبقى لماذا تحب كرة القدم؟ why do you like football؟ ليه انت بتحب كرة القدم؟ قال له عشان انا بحب العبها. ماشي، وبعدين سأله سؤال، قال له محمد صلاح is my favorite player. طبعا انا قلت قبل كده لما اجي اسأل واقول هو، وهي جايب لي هنا الاسم الاولاني هو اللي هشيله واحطه هو كمل الجملة على طول. who is، ما تتحول الى your. who is your favorite player؟ Who is your favorite player؟ يعني من هو لاعبك المفضل؟ Who is your favorite player؟ Do you watch his matches؟ هل بتشاهد ماتشاته؟ Yes، وعمل مص؟ Yes I do. Why are you proud of him؟ ليه انت فخور بيه؟ because لأن he scores many goals، لأنه بيحرز الكثير من الأهداف. سامي is asking علي about what things he has achieved. سامي بيسأل عني عن الحاجات اللي هو حققها. محاسب بين سامي وعلي، what important things have you achieved؟ فقال له حاجة، قال له when did you learn it؟ متى اتعلمت؟ بقى اتعلم حاجة، يبقى يقول له انا اتعلمت حاجة. ايه الحاجة؟ I
learned learned I learned مثلا driving القيادة. I learned driving تعلمت قيادة السيارات driving course. I learned driving course تعلمت قيادة السيارات. When did you learn it؟ الماضي last year العام الماضي. مين اللي علمك؟ طالما احنا قلنا طالما قلنا هنسأل بهو وهذا وهذا في الكلمة الأولانية اللي هي الفعل هقول هو توت مين تتحول ليو هو توت يو ذات مش طلع فعل مساعد ولا أي حاجة. لما هسأل على الكلمة الأولانية هشيلها وأحط هو مكانها بشيل ماي فازر وأحط مكانه هو وأكمل هو توت توت من الذي علمك ذات هو توت يو ذات مين اللي علمك ده هو توت يو ذات واو ذاتس جريت وود يو بليز تيتش مي ممكن لو سمحت تعلمني يس اوف كورس يس اوف كورس. وبعدين قال له حاجه قال له ليتس ستارت تومورو يلا نبدا بكره يبقى متى سوف نبدا وين ويل وي ستارت متى سوف نبدا سامي وانتس تو باي جاكيت فروم شوب سامي عايز يشتري جاكيت من محل شوب اسيستنت وسامي هلو سير كان اي هيلب يو اي خدمه يس بليز اي ام لوكينج فور ا جاكيت انا بدور على جاكيت وبعدين سأله سؤال يس اي هاف جوت ديفرنت ستايلز يبقى هل عندكم اشكال مختلفه يبقى بدل هشيل يس واي هاف تحول الى هاف يو هاف يو جوت انا حطيت الفعل المساعد هاف عشان فيه جوت لو ما كانش في جوت كنت قلت دو يو هاف لو كانت هاف لوحديها كنت قلت دو يو هاف انما هاف جوت يبقى هاف يو جوت different styles yes I have got different styles وبعدين سأل سؤال قال له I would like the black one عجبني الأسود يبقى what color would you like what color I would تتحول ل would you Would you like اللون اللي انت بتحبه What do you think of this one? ايه رأيك في ده؟ قال له حاجة How much is it? It's nice انه رأيك في ايه؟ قال له It's nice يعني جميل How much is it? كم سعره؟ اي سعر بقى الجاكيت 500 pounds for example 500 pounds That's great. I will take it. Here you are. اتفضل. Thank you. فاطمة فاطمة wants to make a complaint. عايزة تعمل شكوى about a cattle she has bought. Good afternoon. I would like to make a complaint. أنا عايزة أعمل complaint. فتقول لها ما هي شكوتك؟ What? خدنا كذا مرة السؤال ده. What is your complaint what is your complaint ما هي شكوتك I ordered something from your website يعني أنا طلبت حاجة من الموقع but it hasn't arrived لكن ما وصلتش what did you order طلبت إيه فقالت لها حاجة قالت لها قبلك كاتل كاتل سودا يبقى طالما فيها تعجب هنا يبقى هو ده الحاجة اللي هي قالتها قبلك كاتل طلبت كاتل سودا قبلك كاتل قبلك كاتل بليز come to our shop تعالي لو سمحتي الشوب بتاعنا فقالت لها حاجة where is your shop أخوها تقول لها اوكي ماشي هو فين it is next to the museum جنب الميوزيوم وبعدين سألت سؤال we open from 8 a.m. to 4 p.m. بنفتح من الساعة 8 للساعة 4 يبقى متى بتفتح ومتى يعني ايه يعني وين فين الفعل المساعد مفيش فعل مساعد وopen ده فعل بدون إضافات يبقى الفعل المساعد do when do you open وبعدين ماشي خلاص will you come to our shop هتيجي المحل yes I will yes I will آخر محادثة
جانا قدموها ار توكينج اباوت ذا ديسنت لايف انيشيتيف، مبادره حياه كريمه. هاي جانا سالتها سؤال، هاي نوها اي ام بريبيرينج ان ارتكل، يبقى ماذا تفعلين؟ ماذا يعني وات؟ فين الفعل المساعد؟ اي ام تتحول الى ايه؟ ار يو، وات ار يو دوينج؟ وات ار يو دوينج، ماذا تفعلين؟ I'm preparing an article، أنا بجهز مقال عن decent life initiation، وبقى هي بتقولها أنا بجهز مقال for the school weekly magazine، لمجلة المدرسة الأسبوعية. وبعدين هتسألها حاجة، قالت لها it is about the decent life initiative، هو عن مبادرة حياة كريمة، وهو عن إيه؟ What is it about؟ Do you mean it will help؟ ماشي، it's about decent life initiative، it's a plan، هي خطة to improve the quality of public services in oral coastal، لتحسين جودة ال public services، الخدمات العامة in rural areas، في المناطق الريفية. Do you mean it will help people in the villages؟ هل تقصدين أنها تساعد الناس اللي في القرى to have better to have better life care education and other services؟ Yes I do. بتعني ان هي هتساعد الناس ان هم يحصلوا على خدمات احسن؟ Yes I do. When will you finish the article؟ هتنهي المقال امتى؟ Tomorrow، غدا، اي حاجة بس في المستقبل، لان في كلمة will يعني سوف، فلازم نكتب حاجة في المستقبل. Tomorrow، غدا. Can I read it before it is published؟ ممكن اقراه قبل ما تنشريه؟ ما تنشريه؟ Yes of course. ايوه كده، احنا خلصنا كل الديلوجات اللي جات في امتحانات قبل كده في كل المحاضرات. نكمل بقى السؤال اللي بعد كده. اكمل النص من الكلمات الاتيه: شوب فاست بلانتس شوبينج كومفورتابل ميبس. طبعا طالما في شوب وشوبينج يبقى في جرامر. نبص كده: ماي فريندز اند اي decided to visit the public garden of our city. يعني انا واصدقائي decided، قررنا to visit the public garden of our city. We logged online. We logged online. We looked at the online ايه؟ بصينا على الخرائط اللي على اللي على النت. Online maps. We looked at the online maps. بصينا على الخرائط اللي على الانترنت. Of the garden. They were very helpful. كانوا يعني كانوا مفيدين جدا. It was good idea to wear، كانت فكرة كويسة. To wear ايه؟ ان احنا نلبس comfortable shoes، ان احنا نلبس comfortable shoes يعني أحذية مريحة. comfortable shoes It was a good idea to wear comfortable shoes. We walked a lot، مشينا كتير. The garden is so big، الحديقة كبيرة جدا. There we enjoyed seeing the flowers، وهناك استمتعنا برؤية ال flowers and الزهور وال ايه؟ and the plants، الزهور والنباتات. We watched a space exhibition، وشفنا معرض فضاء. and a museum، ومتحف. We went for handcraft، we went shopping يعني رحنا نتسوق. handcraft يعني حرف يدوية. نمبر 4 اللي بعدها: فلايت يعني رحلة جوية. جي سايلنت بيسفول يعني هادئ أو آمن. وين جيرني يعني رحلة طويلة، رحلة برية. وايل يعني أثناء. ريل واي يعني خط سكة حديد. ايجيبت هاز تو ذا اولدست ان افريقيا. ايجيبت هاز ذا اولدست ريل واي، يعني مصر عندها أقدم خط سكة حديد ان افريقيا. I like traveling by train.
بحب اسافر بالقطار because it is very interesting to look out of the window، لانه من الممتع ان تنظر من الشباك. it takes the train want to visit oh it take I take the train. انا باخد القطر عندما يعني ايه؟ يعني when I take the train when I want to visit my grandfather in Upper Egypt. باخد القطار لما بكون عايزة أزور جدي في صعيد مصر. In that what you can see in that journey، طبعا الرحلة اللي في القطار اسمها journey مش flight، لأن flight رحلة جوية. In that journey في الرحلة you can see ferries crossing the Nile، green valleys وديان خضراء and peaceful villages، وقرى هادئة. طبعا أفيد حاجة في السؤال ده إن احنا نوقف الفيديو ونحاول نحل الأول احنا، وبعدين نسمع الإجابات، كده هيبقى أفيد كتير. Many people like to go to shops، ناس كتير بيحبوا يروحوا المحلات to buy their needs، حتى يشتروا احتياجاتهم. They find it relaxing، بيجدوا من المريح. I love online shopping، بحب التسوق عبر الإنترنت as it offers many advantages، اللي فيه كثير من الأدفانتجز المزايا over أكتر من التسوق التقليدي over traditional shopping، أكتر من التسوق التقليدي. First أولا some online A have amazing goods، some online stores بعض المحلات الأونلاين اللي على النت لديها amazing goods بضائع هائلة. For not ages for all ages لكل الأعمار. Secondly تاني حاجة we can anything online، وي كان بيجي بعديها فعل بدون اي اضافات، مفيش غيرها غير كلمة باي. وي كان باي اول اني ثينج اون لاين، اي شيء من على النت. وزود جوينج تو كراودد بليسز، بدون الذهاب الى اماكن مزدحمة. سيرجري تالت حاجة ات اولويز هاز ا ديسكاونت، دايما بيكون فيه ديسكاونت يعني خاص. نيفر ايفر كانتري سايد ميوزيمز اور فان لوكال، ماي جراند بيرنتس يوزد تو ليف ان ذا، يعني اجدادي كانوا عايشين ان ذا كانتري سايد، يعني كانوا عايشين في الريف. But they moved to the city 3 years ago، لكن انتقلوا إلى المدينة منذ 3 سنوات. Their village، القرية بتاعتهم is in the north of Egypt، في جنوب مصر. I have، أنا عمري ما روحت هناك، يبقى I have never been there. I have never been to that village. They used to go to، اعتادوا أن يذهبوا to school، إلى local school، إلى المدرسة المحلية. It was difficult for them. هنا اثنين، معلش هنا اثنين وهنا ثلاثة. Local school، المدرسة المحلية. It was difficult for them، كان من الصعب عليهم to go to their school. My grandfather went to lots of، جدي راح كثير من الميوزيمز، المتاحف. اكسبيرمنتس يعني تجارب في المعمل، هاف ار بلين يعني طيارة، مش بلان، بلان يعني خطة، انما بلين يعني طيارة. انسترومنت يعني آلة، اكسبيرمنتس يعني خبرات او تجارب. I asked the people in my class، انا سألت الناس اللي في الفصل بتاعي about their، عن خبراتهم about their experiences. Most of people in the class، معظم الناس في الفصل have played a musical، عزفوا على musical instrument، آلة موسيقية. Not many people have ridden a horse، ناس كتير، مش ناس كتير ركبوا حصان، or slept in a tent، ولا ناموا في خيمة. Even fewer people، حتى ناس أقل، snorkeled، have snorkeled يعني عملوا snorkeled اللي هي السباحة تحت الماء باستخدام أنبوب السباحة. Most people in the class، معظم الناس في الفصل have never traveled by plane، عمرهم ما سافروا بالطيارة. But حازم has traveled by، لكن حازم سافر بالطيارة 3 مرات. بات حازم has traveled by plane 3 times. ماشي. My name is سلوى، اسمي سلوى. I have got a، أنا حصلت على scholarship يعني منحة. I have got a scholarship، منحة to study science in the USA for the last 3 years. I have finished it، أنا خلصتها بالفعل. I have finished it already. ينفع أقول يت في الجملة دي؟ لا ما ينفعش، مع إنها دي مضارع تام وآخر الجملة، لكن يت ما بيشغل مع الجملة من فين. لو كانت I haven't finished it yet، إنما في الجملة العادية اللي بيجي في الآخر already. I haven't finished it already. I love science very much، بحب الساينس جدا. And I have already got some، وبالفعل حصلت على some awards، بعض الأوردز، بعض الجوائز في
الساينس في العلوم. ماي ساينس تيشر المدرس بتاعي لافد مي الوت، بيحبني كثيرا اند اولويز، ودائما انكارج مي، بيشجعني. لاست فرايداي يوم الجمعه الماضي اي وينت شوبينج، رحت للتسوق ويز ماي ماذر، اي سو ميني ثينجز، اي سو ميني بيوتيفول ثينجز، شفت كثير من الاشياء الجميله. اي سو ا نايس تو بويل ووتر، اي سو ا نايس كاتل علشان نغلي بيها الميه، ووترويز also there was a coffee، كان في كوفي ماشين، ماكينة ترع القهوة، to make many hot drinks with my mother bought a toaster from my mother bought a toaster on a special offer، في عرض خاص on a special offer، ان special offer بيجي قبليها on. اللي بعد كده عندنا كلمة attractive يعني جذاب، country يعني دولة، أو the country معناها republic يعني عام، have population التلوث has. أنا عندي have دي ما بتجيش غير بعد الجمع، إنما has بياخدها المفرد والكلمات التي لا تعد. يبقى أنا have دي لو الكلمة جمع المفروض أحط قبلها have، هاخد have. لو الكلمة اللي أنا المفروض أحط قبلها have أو has مفرد أو لا تعد، هاخد have. Luxor is in Upper Egypt، اللوكسور في صعيد مصر. The north of Luxor the population، population يعني كثافة سكان الأقصر، is 422,407 people. لوكسور بيل، في هنا بيل المفروض طالما في تصريف تالت أحط قبليها يا هاف يا هاف. طب الأقصر أحط قبليها هاف ولا هاف؟ الأقصر دي مفرد يبقى هاف. الأقصر has been، يعني الأقصر كانت، has been described as، كانت توصف ك the world's greatest open air museum، أكبر متحف مفتوح في العالم. There are a lot of nice places، يوجد كثير من الأماكن الجميلة. يبقى there are a lot of attractive places that tourists can visit such as، مثل the Temple of Karnak، معبد الكرنك، the Valley of the Kings، وادي الملوك، and the Valley of the Queen، وادي الملكات. It has a great system of، لديها نظام هائل من public transport يعني المواصلات العامة. You can get anywhere easily. مش عندي تشيب وعندي تشيبر، امتى اخد تشيبر؟ لو في بعديها دان، امتى اخد تشيب؟ لو ما فيش بعديها زال ولا قبليها دان. There is a big نقط in the shopping center، there is a big ايه sale، يوجد اوكازيون كبير في الشوبينج سنتر. Near our house all the clothes، كل الملابس and the machines والماكينات are نقط زال، في هنا زال يبقى تشيبر زال. usual this week the microwave has a 50% discount، الميكروويف عليها خصم 50%، 50% discount. its usual price is 800، سعرها العادي 800 جنيه، but now it is 400 pounds، لكن دلوقتي سعرها 400 جنيه. I want to buy a smart TV، عايزة اشتري تلفزيون ذكي. interested بلانت بلانتنج، في هنا بلانت وبلانتنج، انت حط اي ان جي لو في قبلها ام او اذا او ار او وذ او وير او لايك ماشي، او لايك او لاف، ابعاد حب وكره كلها تاخد اي ان جي. امتى احط بلانت؟ لو كان او دو او ويل احط بلانت. interested يعني مهتم بحاجه، وبعدين ستريتس يعني الشوارع، بوبوليشن يعني السكان، خلي بالنا، وبولوشن يعني التلوث. My name is طه، اسمي طه، I live in طنطا. My city needs more trees، يعني مدينتي محتاجة أشجار أكتر. Some of us are going to ده هي، يبقى جاي بعديها فعل بدون إضافات، يبقى سوف يزرع، going to plant some trees along the street، في الشوارع. This will reduce، وهذا سوف يقلل pollution يعني التلوث. Also this will encourage some visitors، أشجع بعض الزوار to come to our city، عشان يجوا المدينة بتاعتنا. Who is not enjoying our project؟ Who is interested؟ مين اللي مهتم إن هو يلتحق بمشروعنا؟ Projects يعني مشروعات، starting يعني يبدأ، community مجتمع، crowded مزدحم، elderly كبار السن، start يعني يبدأ، قلنا إمتى ناخد start؟ فعل بدون إضافات، لو في قاعدين going to أو can أو will يبقى start، لو في أما وإذا وآر أو like يبقى ING. The best thing about my، أحسن حاجة about my إيه؟ is the facilities، أحسن حاجة في المجتمع بتاعي هو المرافق.
the best thing about my community is the facilities. We have some great shops and places to go to. عندنا بعض الأماكن الرائعة علشان نروح فيها like the library مثل المكتبة. We have lots of community. عندنا كثير من community إيه؟ لدينا كثير من الكوميونيتي بروجيكتس المشروعات المجتمعية where we can volunteer حيث نستطيع أن نتطوع to help people especially وخاصة كبار السن especially the elderly. We are a project we are كما في هنا R يبقى ING we are starting a project بادئين مشروع attraction will going to encourage improved graffiti attraction يعني مواقع جذب going to سوف encouraged يعني يشجع improved يعني يحسن graffiti الحاجات اللي هي بترسم على الحيطة in our community meeting في الاجتماع بتاع المجتمع بتاعنا we decided to improve قررنا ان احنا نحسن the buildings المباني that are full of اللي مليانة ايه اللي مليانة graffiti الجرافيتي اللي هي الشخبطة والكتابة اللي الناس بتعملها على الحوائط عند بلانت تريز ونزرع اشجار in front of each house في امام كل منزل we not all young people to help with our community we encourage it يعني احنا شجعنا كل ال young people كل الشباب to work in our community with our community we to help with our community project علشان يشجعوا في المشروع بتاعنا which takes a few months بيستغرق شهور قليلة to finish حتى ينتهي as soon as we complete it أول ما نكمله our neighborhood الحي بتاعنا becomes very attractive هيكون attractive يعني جميل and it is to be it is and وسوف يكون يبقى it is going to be it is going to be a tourist it is going to be هنا going ثلاثة it's going to be a tourist attraction يعني مكان للجذب السياحي tourist attraction disappointing يعني محبط انما disappointed يعني محبط الشعور اللي انا بحس بيه هو اللي في اخره ايدي يعني انا محبط في اخره ايدي disappointed انا مهتم interested انا زهقان bored ماشي we have a lot of not to help poor people in order not to make them feel We have a lot of لدينا كثير من الفرص يعني فرصة يعني opportunity فرصة يعني opportunity أو chance We have a lot of opportunities لدينا كثير من الفرص to help poor people حتى نساعد الفقراء in order not to make them feel حتى لا نجعلهم يشعرون أنهم disappointed محبطين We can help them نستطيع أن نساعدهم with money بالنقود to open their own business عشان يفتحوا مشاريعهم الخاصة بيهم we can help them with ممكن نساعدهم ب education التعليم we can a different in their life ممكن نحدث تغيير we can a difference we can make a difference in their life نستطيع أن نحدث تغيير في حياتهم even with little of what we have حتى بالقليل مما نمتلكه and a little of our time وقليل من وقتنا by showing love عن طريق إظهار الحب interested يعني مهتم انما attractive يعني جميل exceptions معارض او outdoors معناها بالخارج my name is أروى اسمي أروى I live in الخارجة عايشة في الخارجة it's big beautiful and peaceful city هي مدينة آمنة وجميلة وكبيرة it is in the southwest of Egypt هي في جنوب غرب مصر there are lots of نقط باركس يوجد كثير من الايه attractive باركس ميوزيومز والمتاحف buildings والمباني and some exhibitions وبعض المعارض my favorite place is Hebes temple المكان المفضل هو Hebes temple معبد هيبس I prefer to go there the weekend قبل كلمة قبل the weekend وعندنا في الجرامر بيجي حرف الجر at the weekend I prefer being to being at home أنا بفضل إن أنا أكون outdoors يعني بالخارج أحسن ما أكون بالداخل بعد كده delivery يعني توصيل اونلاين كان ايبل يعني قادر ديسكاونت خصم اكونت يعني حساب I read an a nice advertisement yesterday انا قرأت اعلان جميل امبارح it was about shopping كان عن الاونلاين شوبينج التسوق عبر الانترنت we not buy what you what we want نستطيع ان نشتري ما نريد we can buy what we want
and ذا نقط is free and ذا delivery، وكمان delivery يعني التوصيل is free يعني مجاني. Besides we can replace or return the item if we don't like it، كمان ممكن نرجع ونبدل الحاجة لو احنا ما عجبتناش. At the same time وفي نفس الوقت we can benefit from the available، نستطيع أن ننتفع من ال available discount، من الخصم المتاح. Available يعني متوفر أو متاح. Amazing يعني مدهش، إنما amazed يعني مندهش، وإن الحاجة اللي في آخرها ايدي ده هي بتبين شغل الإنسان. Facilities يعني مرافق، ولانتير متطوع، يونج يعني صغير السن، الديرلي يعني كبار السن. We should all care about our community، لازم كلنا نعتني بالمجتمع. I think the best thing about our community، إن أحسن حاجة في المجتمع بتاعنا is the facilities، هي facilities يعني المرافق. We have some great shops، عندنا بعض المحلات الرائعة. And not not go ودي بس حتة هنا ناقصة. and amazing places to go، يبقى هنا ناقص كلمة amazing، and amazing places وأماكن جميلة عشان نروحها. like the nearby park، زي الحديقة القريبة. we have lots of community projects where we can، وعندنا كثير من المشروعات المجتمعية where we can، حيث نستطيع إن احنا إيه نتطوع لمساعدة to help people. we can volunteer to help people especially، وخاصة ذا elderly وخاصة كبار السن. Yesterday I decided to do some shopping، امبارح قررت ان انا اعمل بعض التسوق. In the street I saw an old woman، شفت امرأة عجوزة. who looked very، كان شكلها very ايه very tired، تبدو متعبة، مش tiring، tiring يعني متعبة، انما tired يعني متعبة، تبدو متعبة. She was walking along the، كانت ماشية along the pavement، على الرصيف. الرصيف اللي في الشارع اسمه pavement، إنما رصيف القطر اسمه platform. I greeted her politely، حييتها بأدب، سلمت عليها بأدب. And helped her to sit down، وساعدتها عشان تقعد on the bench. The woman who thanked me، شكرتني. And said she was happy to live in this، وقالت لي إن هي فرحانة عشان عايشة in this neighborhood، في الحي ده. I like reading very much، بحب القراءة جدا. I have read a نقط about مجدي يعقوب، أنا قرأت a article، an article يعني مقال عن مجدي يعقوب، عن مجدي عبد السيد، سوري، عن مجدي عبد السيد. he is a campaigner، هو campaigner يعني ناشط. for people who are disabled، للناس المعاقين. he نقط he has been، هو كان disabled all his life، طول حياته. it wasn't easy for his family to find a school with the proper، كان ما كانش سهل على أسرته إن هي تلاقي مدرسة وفيها proper equipment يعني المعدات المناسبة ليه. we love traveling by train، احنا بنحب السفر بالقطارات. because لأنه it is interesting، لأنه ممتع to look out of the train window، ممتع أن ننظر من القطار، من نافذة القطار. in one journey، في الرحلة الواحدة. you can see، تستطيع أن ترى. فرز يعني الفرز، المعديات. crossing the mile، green valleys وأوديان خضراء. peaceful villages، وقرى هادئة. and busy cities، ومدن مزدحمة. trains are often fast، and القطارات غالبا بتكون fast، سريعة، and comfortable، ومريحة. Egypt has the oldest railway in Africa. Egypt لديها أقدم خط سكة حديد في أفريقيا. more than 800 million، أكتر من 800 مليون إيه passengers يعني راكب. travel by train. كريم is very because he has new phone. كريم is very excited يعني متحمس، لأن هو اشترى new phone، تليفون جديد. first he needed to charge the، أول حاجة كان محتاج إن هو تشارج ذا بطاري، إن هو يشحن البطارية. he not in the phone، he plugged in the phone يعني وصله بالكهرباء. and turned it on، وفتحه. then he left it for few hours، وبعدين تركه لساعات قليلة. next he filled in some information، دخل بعض البيانات about himself. the phone asked for a password، والتليفون طلب منه a password يعني كلمة سرية، كلمة سر. بص على القطع،
The internet is a worldwide system، يعني هي نظام عالمي of computer networks، من شبكات الكمبيوتر. It was known in 1969، عرف في سنة 1969. The original aim، يعني السبب الأساسي، was to create a network، أن نخلق شبكة that would allow users of a research computer at a university to research computers at other universities. استخدام كمبيوتر للبحث في جامعة، إن هم to research، إن هم يبحثوا في computers at other universities، في الجامعات الأخرى. Today، اليوم، it is used by hundreds of millions، بيستخدم عن طريق ملايين مئات الملايين من الناس worldwide، على في جميع أنحاء العالم، for many different reasons، purposes، لأسباب مختلفة. We all know that، كلنا عارفين أن it is a very useful tool، إن هو مفيد جدا. But most of us، لكن معظمنا، take the internet for granted، بياخدوا الانترنت كأمر مسلم بيه، and forget just how important it is to our daily life، وبينسوا هي قد ايه مهمة في حياتنا اليومية. Have you ever thought about what life was like before we had the internet؟ عمرك فكرت الدنيا كانت هتبقى عاملة ازاي قبل ما يبقى عندنا انترنت؟ Years before the internet، مئات سنوات طويلة قبل الإنترنت، became common to everyone. It took about a week، كان بياخد مننا أسبوع، to send a letter، إن إحنا نبعث جواب from one country to another، من دولة لأخرى. But now it takes just a few seconds، لكن دلوقتي بياخد ثواني قليلة، to send a message through an email. Information was also very difficult to find، المعلومات أيضا كانت صعبة إن أنت تلاقيها. People had to spend a lot of time، الناس كانوا مضطرين إن هم يقضوا وقت طويل at libraries، في المكتبات، just to find the information، عشان يجدوا المعلومات they were looking for، اللي كانوا بيبحثوا عنها. But thanks to the internet، بفضل الانترنت، we can now find the information، نستطيع الآن نجد المعلومات we need، اللي احنا محتاجينها، just by clicking a mouse، فقط عن طريق الضغط على الماوس. The passage deals with، القطعة بتتعامل مع the dangers of the internet، مخاطر الانترنت، the importance of internet in our lives، أهمية الانترنت في حياتنا. طبعا هي دي بتتعامل مع أهمية الانترنت في حياتنا، ونكتب هنا true، هي دي اللي احنا هنختار. بعد كده، in the past، في الماضي، it was very hard to get information، كان صعب ان احنا نلاقي المعلومات، it was very difficult. The main idea of the text is the importance of the internet، الفكرة الأساسية في القطعة هي أهمية الإنترنت. What was the real reason؟ real reason احنا قلنا عليه original reason فوق، لاستخدام الإنترنت أهو. The original reason was to create a network that would، نعمل network that would allow users of a research computer at a university to research computers at other universities، إن هم يعملوا شبكة تسمح لكمبيوتر في أحد الجامعات إن هو يعمل بحث على كمبيوترات أخرى في جامعات أخرى. How do you think the internet affect our future lives؟ تعتقد إن الإنترنت هيأثر في حياتنا المستقبلية إزاي؟ ده سؤال رأيي يعني. ماشي، هيأثر إن إحنا we can get information faster، يعني أسرع، بطريقة we can get the information faster، يعني أسرع من كده. ماشي، summarize the second paragraph، لخص البراجراف التاني. البراجراف التاني بيتكلم على في الباراجراف التاني من أول هنا، الشيء ده تلخيص الفقرة التانية. It was difficult to communicate in the past، كان من الصعب إن احنا نتواصل في الماضي. But the internet made it easy، ولكن الإنترنت جعلته أسهل. القطعة التانية، أسوان is a beautiful city in the south of Egypt، أسوان هي مدينة جميلة في جنوب مصر. The river Nile runs through the city، نهر النيل بيجري في المدينة. And there are lots of things to see and do، ويوجد كثير من الأشياء لرؤيتها وفعلها. Many people visit the أسوان Botanical Garden، ناس كتير بيزوروا أسوان Botanical Garden، يعني حديقة أسوان النباتية.
when they are in the city، لما بيكونوا في المدينة، because it's very useful peaceful here، لأن الجو هنا peaceful يعني هادئ. The garden is on the النباتات island، الجزيرة الحديقة موجودة على جزيرة النباتات opposite the famous Elephantine island، واجهة لجزيرة الفيلة، جزيرة ألفنتاين in the river Nile. It is open every day from 8 o'clock in the morning to 5 or 6 o'clock in the afternoon. تتفتح كل يوم من 8 الصبح لحد 6 مساء. To visit it، وعشان تزورها، you can go by ferry، بتركب معدية، or even by فلوكة أو فلوكة. Another place to visit in أسوان، مكان تاني عشان تزوره في أسوان، is the Nubia Museum، المتحف النوبي. It is between الفندق ستريت، شارع الفنادق، and السادات رود، وطريق السادات. Some visitors، بعض الزوار، to أسوان take a taxi to visit the museum، بياخدوا تاكسي عشان يزوروا المتحف. You can visit the museum every day، ممكن تزور المتحف كل يوم. It opens in the morning at 9 o'clock، بيفتح في الصباح الساعة 9، and closes at 1 o'clock for lunch، وبيقفل الساعة 1 للغدا. It opens again، بيتفتح مرة تانية at 5 o'clock، الساعة 5 until 9 or 10 o'clock، لحد الساعة 9 أو 10 in the evening، في المساء. People come here to learn all about the life, culture and history of the people of Nubia. الناس بيجوا هنا عشان يتعلموا كل حاجة عن حياة وثقافة وتاريخ أهل النوبة. The passage is about القطع عن the botanical garden، الحديقة النباتية، the Nile، النيل. Visiting famous places in أسوان، زيارة أماكن مشهورة في أسوان. أيوة هي طبعا دي، visiting famous places in أسوان. أسوان Botanical Garden is، حديقة أسوان النباتية، is on النباتات island، بنجمع بالقطعة. أسوان Botanical Garden is very grateful, boring, successful, peaceful. peaceful يعني هادئة. Why do people visit the Nubia Museum؟ ليه الناس بيزوروا المتحف النوبي؟ آخر حاجة خالص، الناس بيزوروا المتحف النوبي أهي، to learn all about the life, culture and history of the people in Nubia. النوبية عشان يتعلموا كل حاجة عن حياة أهل النوبة. السؤال التاني، what is the best summary of the passage؟ أحسن تلخيص للقطعة، أحسن تلخيص للقطعة ممكن نقول people visit أسوان، الناس بيزوروا أسوان to visit famous places، حتى يزوروا الأماكن المشهورة. Do you think more people will visit أسوان in the future؟ هل تعتقد إن ناس كتير هيزوروا أسوان في المستقبل؟ Yes I do. Why بقى؟ ليه؟ Because it is a very interesting city، لأنها مدينة رائعة. It's a very cool city، مش إنها مدينة رائعة. Millions of people all over the world like traveling، ملايين الناس حول العالم بيحبوا السفر. They travel to see other countries، بيسافروا عشان يشوفوا الدول الأخرى، and the continents والقارات. Modern cities والمدن الحديثة، and the ruins والآثار of ancient towns، بتاعت المدن القديمة. They travel to see places to learn about other cultures، بيسافروا عشان يشوفوا الأماكن عشان يتعلموا ثقافات الآخرين. It's always interesting to discover new things، من الرائع أن تكتشف أشياء جديدة، and different ways of life، وطرق مختلفة من الحياة. To meet different people، أن تقابل ناس مختلفين، or to try different food، أو تجرب طعام مختلف. People who live in the countryside، الناس اللي عايشين في الريف، often like to go to a big city، بيحبوا يروحوا مدينة كبيرة. To visit museums، حتى يزوروا المتاحف، and the art galleries، والمعارض الفنية. Things they don't have in their hometown، الحاجات اللي مش موجودة in their hometown، اللي في المدن بتاعتهم. They like to buy from famous shops، بيحبوا يشتروا من الأماكن المشهورة. And to dine at big restaurants، يعني إيه big restaurants؟ يعني مطاعم كبيرة. هما يعملوا إيه في مطاعم كبيرة؟ dine. طب نتوقع كلمة dine دي يكون معناها إيه؟ dine اللي هو to have dinner، إن هما يتعشوا، أو to eat، إن هما ياكلوا في البيج ريستورانتس، يعني المطاعم الكبيرة. People from the city، الناس من المدن، often like a quiet holiday، بيحبوا الأجازات الهادئة، by the sea، اللي بالقرب من البحر، or in the mountains، أو في الجبال. Where they can sunbathe، بياخدوا حمام شمس، or walk، أو يتمشوا. Many tourists، كثير من السائحين، love taking photos، بيحبوا يلتقطوا الصور، of everything، لكل شيء، that interest، زي ما اللي بيمتعهم. People travel by plane، الناس بيسافروا بالقطارات،
باي بلين بالطيارات، باي شيب بالسفن اور بوت او المراكب، اند باي كور. اول ways اوف ترافل، كل طرق السفر have advantages، لديها مزايا and disadvantages وعيوب. And people choose one according to their plans، والناس بيختاروا واحد according to طبعا الخطط بتاعتهم. The fastest way of traveling، أسرع طريقة للسفر is traveling by plane، هي السفر بالطائرة. But the most comfortable، لكن أكتر طريقة مريحة is traveling by ship، هي السفر بالسفينة. The main idea of the message is about، الفكرة الأساسية للقطعة هي عن الترافلينج، السفر. The underlying word داين، كلمة داين احنا قلناها واحنا بنقول القطعة، to have dinner اللي هو تناول العشاء. The underlying word one refers to اللي هي a way of travel، يعني طريقة من طرق السفر. Why do people travel؟ ليه الناس بيسافروا؟ They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns. دي الناس بيسافروا ليه؟ اللي هو السؤال رقم واحد. رقم أربعة، بعد كده how do people from the countryside like to spend their holidays؟ الناس اللي من الريف بيحبوا يروحوا فين؟ اهي people who live in the countryside like to go to big cities، بيحبوا يروحوا مدن كبيرة. What's your favorite means of transport؟ ليه هي ايه هي افضل وسيلة مواصلات عندك؟ هنختار اي حاجة، ممكن اختار I like traveling by plane because it is fast، لأنها مريحة. أو ممكن أقول I like traveling by ship، لا I like traveling by plane because it is fast، لأنها سريعة. أو I like traveling by ship، بحب السفر بالسفينة because it is comfortable، لأنها مريحة. Friday morning is a very peaceful time. The word peaceful يعني ايه؟ peaceful يعني هادئ أو آمن. means معناها ايه؟ معناها calm and quiet. The synonym of modern، معنى كلمة modern synonym مش antonym. لو قال لي الانتونيم يعني عايز العكس، لو قال لي المعنى synonym يعني المعنى. The synonym of modern، معنى كلمة modern is modern يعني حديث، يبقى معناها new. The word can be the opposite of boring، عكس كلمة boring exciting. If something is A it is enjoyable، لو الحاجة ايه تبقى enjoyable، لو حاجة interesting. They arrived at school at 7 o'clock، هم وصلوا المدرسة الساعة 7. The underlying word arrived معناها يعني ايه arrived؟ يعني يصل. هي كلمة reached، وهي هي كلمة got، بس arrived بيجي بعديها at أو in، وجيت لازم يجي بعديها to، وريتش بيجي بعديها الـ من غير أي حروف جر. يعني أنا عايزة أقول أنا وصلت القاهرة، I arrived in Cairo، عشان القاهرة مكان كبير، arrived in Cairo. عايزة أقول أنا وصلت القاهرة بطريقة تانية، I reached Cairo، ما بيجيش بعديها حرف جر. أو I got to Cairo، أو كلمة get بيجي بعديها to. طب أنا عايزة أقول أوصل مكان صغير، I arrived at school، أو I reached school، أو I got to school. يعني كده كده get بيجي بعديها to، وreach ما بيجيش بعديها حرف جر. arrive بقى هي على حسب، لو المكان اللي بعديها كبير زي المدينة أو الدولة هيجي بعديها in، لو المكان اللي بعديها صغير زي مثلا مدرسة مطار هيجي بعديها at. يبقى هنا كلمة arrive معناها يصل، هي reach. The synonym of the word usual، usual يعني عادي، معناها normal. We can find comfortable shopping، نستطيع أن نجد تسوق مريح on the internet. Comfortable here is like، كلمة comfortable يعني مريح، is like easy. Smoke is not، it is not good for the environment، التدخين is ماله polluting يعني ملوث. انما لو انا قلت polluted معناها ملوث، التدخين polluting يعني ملوث. It is not good for the environment، هو مش كويس للبيئة. To have the opposite of the adjective comfortable، عشان نجيب عكس كلمة comfortable we add، عايزين عكسها comfortable احط لها uncomfortable. The adjective interesting can be replaced by، كلمة interesting يعني ممتع، ممكن احط مكانها كلمة exciting. The antonym of the word helpful، helpful يعني متعاون أو مفيد، عكسها useless يعني بدون فائدة. The suffix is added to the word peace، كلمة ايه تتحط على كلمة peace علشان نحط adjective the suffix full. We form the opposite of the word attractive، عكس كلمة attractive unattractive.
What is the synonym of the word usual؟ معنى synonym يعني معنى كلمة usual يعني عادي معناها normal. The prefix means again معناه مرة تانية re. How do we form an adjective from the word history؟ كلمة history عايزة أخليها صفة historical يعني تاريخي. The suffix forms an adjective of the word tradition. Tradition عايزة أخليها صفة traditional. The word start has the same meaning of the word as. كلمة start ليها نفس معنى كلمة begin. طب عكسها إيه؟ عكسها finish. Agree is the opposite. Agree هي عكس كلمة disagree. Is the prefix which forms the opposite of the word expensive. كلمة expensive عكسها إيه؟ خلي بالك مش كل حاجة أحط لها un. كلمة expensive عكسها inexpensive in. There are attractive buildings. يوجد مباني جذابة. Interesting monuments وآثار ممتعة. And lots of gardens وكثير من الحدائق. The word attractive كلمة attractive means attractive يعني جذاب معناه beautiful. The machine does many things. الآلة بتعمل حاجات كتير. It's very طالما بتعمل حاجات كتير يبقى it's very useful رائعة أو مفيدة. أمل's daughter بنت أمل does many jobs بتعمل كثير من المهام في المنزل. She is always هي دايما متعاونة يعني helpful. This machine does many things. It is هذه الآلة تصنع كثير من الأشياء يبقى it is useful هي مفيدة. Please be when you carry those eggs. لو سمحت تكون حريص لما تحمل هذا البيض. Be careful. He informed us هو بلغنا about the new project عن المشروع الجديد in our village. To change inform into أنا وعشان نخلي كلمة inform نخليها اسم يبقى معناها معلومات يبقى information. He played very well. هو لعب كويس جدا but he lost the game. لكن خسر الماتش. He was هو كان غير محظوظ unlucky. I am interested in reading. أنا مهتم بالقراءة. Interested in معناها مهتم بيه. Here is similar in meaning to keen on. I like this hotel. عجبني الفندق ده because it has lots of means of comfort. إن لديه كثير من وسائل الراحة. We can change comfort. ممكن نغير كلمة comfort يعني راحة into adjective إلى صفة. By adding comfortable. Do you think that the dictionary is easy to use? هل تعتقد ان الديكشنري easy يعني سهل ان احنا نستخدمه؟ easy is synonym كلمة easy ليها نفس معنى كلمة simple. Some of trams in Alexandria have two floors. بعض القطارات في اسكندرية لديها two floors. Students show a lot of interest. التلاميذ بيبدون كثير من الانترست الاهتمام in playing football. By adding the suffix a we can change interest اهتمام into adjective نخلي interest صفة تبقى interesting. When did your uncle reach Cairo Airport؟ متى وصل عمك إلى مطار القاهرة؟ In this question كلمة reach means reach معناها يصل ويصل مكان صغير خلي بالنا من الجملة دي أوي. يصل مكان صغير اللي هو المطار arrive at. إنما لو قال لك كايرو بس من غير airport كنا قلنا arrive in. لأن arrive in يصل إلى مكان كبير. I like to play game. games دي اسم يبقى اللي قبليها صفة. يبقى مش هينفع ولا دي ولا دي لأن الصفة ما بيكونش فيها اسم. I like to play no at game. I don't like going out. ما بحبش أخرج يبقى بحب ألعب الألعاب اللي في الداخل أو الداخلية indoor games. To get the noun of the, for the person who looks after garden. عشان نجيب اسم الشخص اللي بيعتني بالحدائق اسمه gardener. His job is to show people or tourists وظيفته يوري للناس أو السياح our places of interest. He is a guide. The word is close in meaning to the word discount. Discount يعني خصم. القريب في المعنى كلمة سيل يعني أوكازيون. The word free can be the opposite of كلمة free يعني مجاني عكسها كلمة paid يعني مدفوع. There are a lot of free courses online. يوجد كثير من الكورسات المجانية online. The word free كلمة free means unpaid يعني غير مدفوع. The word wood يعني خشب can be an adjective by adding أخليها خشبي يعني wooden. The suffix forms an adjective of the word tradition. عايزين نجيب صفة من كلمة tradition. tradition يعني تقليد تقليدي يعني traditional. He switched on the mobile. هو فتح الموبايل. This means he not on the mobile. ده معناه he turned on the mobile. If something is a it means very bad or unpleasant. لو الحاجة ايه معناها ان هي سيئة جدا او unpleasant. unpleasant يعني مش جميلة. يبقى لو الحاجة دي is horrible. Iman was happy because she lost the final tennis match. خسرت الماتش النهائي ما كانتش سعيدة يبقى was unhappy.
He was angry, angry يعني غضبان. When he lost the match, لما خسر الماتش. This means ده معناه he was, كلمة angry يعني غضبان, هي كلمة cross يعني غضبان. Students were to hear, التلاميذ كانوا متحمسين, يبقى were excited. The opposite of the word expensive, عكس كلمة expensive, expensive يعني غالي, عكسها cheap. Customer and client, customer يعني زبون و client يعني عميل, are هما الاثنين مالهم synonyms. Write your information to get a new password, اكتب المعلومات عشان تحصل على كلمة سر جديدة. This means you should your information, لازم تملى معلوماتك اسمها fill in. To give the opposite of formal, عكس كلمة formal يعني رسمي, عكسها informal يعني غير رسمي. We add the suffix to change the verb if differ to noun, عايزين نغير كلمة differ نخليها noun يبقى difference. طب لو قالك خليها adjective يبقى different يعني مختلف, إنما noun يعني اسم يبقى اختلاف يعني difference. My mother is making a special dinner tonight. مامتي بتعمل special dinner يعني غدا عشاء مميز النهارده. The antonym of special, عكس كلمة special, special يعني مميز, عكسها usual عادي. The antonym of adjective positive, عكس كلمة positive negative. The noun from complain, complain يعني يشتكي, الاسم منه complain تحط لها تي. He was fortunate, هو كان محظوظ. عايز fortunate معناها means, fortunate means lucky. assist عايز to get the noun, عايزين نجيب النوع. assist, assist يعني يساعد, assistance يعني مساعدة. the opposite of busy, busy يعني مشغول عكسها, أو مزدحم عكسها هادئ يعني quiet. to get the noun of for a person who sells thing, عشان نجيب اسم الشخص اللي بيبيع الأشياء هيبقى حاطين seller, seller ده بنحطها في الآخر, والحاجة اللي بتيجي في الآخر اسمها إيه؟ اسمها suffix. I will turn on the computer, هفتح الكمبيوتر to do research. turn on means معناها, turn on معناها يفتح يعني يبدأ يشغله يعني start. كلمة horrible, horrible يعني وحش جدا, معناها terrible. عايز synonym يبقى terrible. The students are excited, التلاميذ متحمسين. to get the opposite of friendly, عكس friendly unfriendly. the street is very wide, الشارع واسع جدا. the opposite of wide, عكس wide, wide يعني واسع, عكسها narrow يعني ضيق. men and women have equal rights, لديهم حقوق مشتركة. كلمة equal يعني متساوي, here means the same. the synonym of the word suitable, suitable يعني مناسب, هي proper يعني مناسب. the suffix is added to the word weak to make it noun, هنحط ايه على كلمة weak عشان نخليها اسم, weakness. we form the opposite of the word suitable, بنكون عكس كلمة suitable يعني مناسب, unsuitable. سارة is really upset, سارة متضايقة. with her exam she feels, طالما هي متضايقة يبقى حاسة ان هي disappointed يعني محبطة. do you think this crowded place is safe for children, هل تعتقد ان المكان المزدحم ده آمن للأطفال؟ كلمة safe يعني آمن, similar in meaning to safe يعني آمن, هي secure. encourage يعني يشجع, الأنتوني عكسها discourage. continue يعني يستمر, عكسها الأوبوزيت بتاعها stop. I was disappointed to see a lot of rubbish in the street, this means I was, أنا كنت محبط عشان شفت كثير من القمامة في الشارع. I was frustrated يعني غضبان. I like reading very much, this means that I am interested in reading, طالما بحب القراءة يبقى interested يعني مهتم بيها. I welcome to visit warmly, to the visit warmly, رحمت بالزيارة, وأنا عايزة أخليها زائر تبقى visitor. I live by the river, this means that I don't live by the river يعني بجوار النهر, باي معناها بجوار, معناها كده مش عايش بعيد عنه, يبقى away ولا المفروض away, بس away from يبقى far from. I feel sick, أنا أشعر بالمرض. I am not well, أنا لست بصحة جيدة. It's important that you arrive at school on time, the synonym of important, معنى كلمة important essential. We add the at the end of the word head to the pain عشان نخليها ألم في الرأس, headache. We add S-E-S-E to China to make it تبقى Chinese يعني خليها adjective يعني صفة, صيني. We are going from Cairo to Luxor, احنا رايحين من القاهرة للأقصر, يبقى Luxor is our destination, هي الواجهة بتاعتنا أو مكان الوصول بتاعنا.
سمر ترافل تو ذا يو اس اي تو ريسيف ان اورد، راحت المملكه الولايات المتحده عشان تاخد اورد، يعني جايزه. ذا وورد اورد هيرز مينز كلمه جايزه معناها برايز. ذا ديناصور وز هيوج انيمال، الديناصور كان حيوان ضخم. ذا انتونيم اوف هيوج عكس كلمه هيوج، تايني يعني صغير جدا. educate has the same meaning، educate يعني يعلم، ليها نفس معنى كلمة teach مش learn. educate يعني يعلم و teach يعني يعلم، انما learn يعني يتعلم. the suffix turn is the verb swim into noun، swim into noun swimming السياحة. last night I had a strange dream، حلمت حلم غريب. I thought I was flying، كلمة strange يعني غريب، means معناها unusual. we use sign language، sign language يعني لغة الإشارة، to make نوها understand عشان نخلي نوها تفهم. as she is a deaf، لأن هي deaf يعني عندها deaf يعني لا تستطيع أن تسمع. her deaf means كلمة deaf she can't hear. the antonym of the word local، local يعني محلي عكسها international يعني دولي. to give the opposite of the word usual عشان نجيب عكس كلمة usual، usual يعني عادي عكسها unusual. the verb attract يعني يجذب، can be an adjective by adding the suffix attractive. The antonym of the word ill، اللي يعني مريض عكسها well بصحة جيدة اللي بالإي. We make the negative form of the word ability، بنجيب ال negative form of the word ability يعني عايزين عكس negative يعني عكسها، ability يعني قدرة، عكسها disability يعني إعاقة أو عدم قدرة. The synonym of colorful، colorful يعني ملون، عكسها زي ما عايز synonym عايز معناها زي الألوان يعني bright. We add the prefix to verb cover to mean find out. Find out يعني يكتشف، يبقى هنحط له عشان معناه يكتشف discover. عمر has learning disabilities which affects reading and write، تعلم عن disabilities الإعاقات اللي بتأثر على القراءة والكتابة. He has a learning disability، عنده إعاقة في التعلم بتأثر على القراءة والكتابة، يبقى he has dyslexia. كلمة local يعني محلي معناها national. ال I V E لما نحط لها ال creative بتبقى adjective. The problem is very serious، كلمة serious يعني هم أو جد معناها important. The antonym of clever، clever يعني ذكي عكسها stupid. رامي has achieved great success، رامي حقق نجاح هائل. He has not an amazing job، he has done an amazing job. I think our team will win the match، أعتقد إن الفريق بتاعنا هيكسب الماتش. كلمة win عكسها lose. forget يعني ينسى عكسها remember. my grandfather has different not in life has different experiences، لديه خبرات في الحياة. he proved that he was sensitive، أثبت إن هو حساس. we use the prefix a to give the opposite insensitive غير حساس. What is special about the new computer؟ إيه المميز يعني في الكمبيوتر الجديد؟ This is the same meaning as what is about the new computer. What is particular؟ كلمة special هي particular. The view is amazing، المنظر رائع. It is awesome، awesome يعني رائع. Don't be afraid، ما تبقاش خايف. Don't be scared. You should care about your younger brother، لازم تهتم بأخوك الصغير. This means you should take care of him. طمن رضا، عادل إذن تأسليم، عادل مش نائم يبقى he is awake، هو مستيقظ. I have passed the exam، كلمة passed يعني يجتاز عكسها failed يعني يفشل. I listened carefully to my teacher and important notes يعني دون ملاحظات، made important notes أو take important notes. The heavy rain started unexpectedly يعني بدون توقع. This means it rained suddenly، إنها أمطرت فجأة. جمال could solve the difficult sum، جمال هيقدر يحل المسألة الصعبة. This means he knocked out the sum، he worked out the sum. work out يعني يحسب أو يحل، يبقى كلمة solve بتساوي كلمة work out. The teacher showed his student how to reduce pollution، المدرس وري التلاميذ ازاي يقللوا التلوث. The word reduce، reduce يعني يقلل. And not have the similar meaning، reduce يعني يقلل، وايه لهم نفس reduce و decrease. The mechanic fixed a car، الميكانيكي صلح العربية easily بسهولة. But this time، هذا الوقت. But the last time he، لكن المرة اللي قبليها he
بص لاست تايم هي سبويلد ات يعني افسدها. هي از كليفر ات دوينج ميني ثينجز، هو ماهر في عمل كثير من الاشياء. ذس مين ذات هي هاز ميني، ان هو لديه كثير من المهارات سكيلز. ماي فون از ان نيد اوف ريبير، يعني التليفون بتاعي محتاج تصليح. ذات مينز ذا فون از دامجد، معناه ان هو دامجد يعني محطم، اور بروكن او عطلان. They found a school for him and he was an excellent student. وجدوا مدرسة ليه وهو كان تلميذ ممتاز. Excellent means كلمة excellent معناها clever. I will tell you another story. هقول لك قصة تانية. Of the same brave and popular king. نفس الملك المشهور والشجاع. The word popular, popular يعني مشهور، هي well known. Would you recommend? Recommend معناها يرشح. traveling by tram or bus around the town area. The underlying word means كلمة means، مش هو جملة هنا مش كاملة، بقيت الجملة مش كاملة. It is an interesting biography. يعني ايه biography؟ The prefix bio means life، ان هي بتحكي عن الحياة. ذا بريفكس لي كلمة لي يعني مرة تانية معناها again. There was a deal and I got those speakers for free. كان في عرض وخدت السبيكر السماعات دي هدية. This means I paid no money، إن أنا مدفعتش حقهم فلوس. She is decent woman، هي ست لطيفة. Who goes out of her way to help others، بتساعد الآخرين. She is friendly يعني ودودة. The girl has colorful clothes، البنت عندها ملابس ملونة. That means that her clothes are، ده معناها إن ملابسها زي هي bright. Some students have dyslexia، بعض التلاميذ عندهم dyslexia. Dyslexia يعني صعوبة التعلم. That they can't read، معناها إنهم ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. My friend sent me an invitation، صديقتي بعتت لي دعوة. To her birthday، this means he asked to come، طلب مني إن أنا آجي. It was hard to climb the mountain، كان صعب ان انا اتسلق الجبل. It was a كان a challenge، تحدي. He repaired his roof، صلح السقف بتاعه. That means he، كلمة repair هي fixed، means يعني معناها fixed. The sky is foggy، السماء مغيمة. That means it is not، عكس foggy يبقى it is not clear يعني مش صافية. When I reached the school late، لما وصلت المدرسة متأخر. The gate was locked، البوابة كانت مغلقة. كلمة locked معناها مغلقة يعني closed. كلمة staff يعني فريق العمل، هو workers. contest يعني مسابقة معناها competition أو tournament أو championship. unfortunately the company didn't to my request، الشركة ما استجابتش، didn't respond للطلب بتاعي. I got the result of the exam، كلمة got يعني حصلت على، هي received يعني يحصل على. Is this tool dangerous؟ هل الأداة اللي هي خطيرة؟ To use no it is safe، لا هي آمنة. Add use to participate يعني بيشارك in school project، كلمة participate معناها يشارك، هي take part in معناها يشارك. It is not possible to reach the station in time، it is مش ممكن إن احنا نوصل للمحطة في الوقت، يبقى it is impossible. Luckily those great athletes، لحسن الحظ هؤلاء الأبطال الرياضيين، were the winners، كانوا هم الفائزين. There weren't the losers، ما كانوش الخاسرين. The prefix is added to form the opposite of possible، possible عكسها impossible. خلاص كده الحمد لله المراجعة كلها خلصت. ده آخر سؤال في الامتحان، سؤال الباراجراف. أهم حاجة إن إحنا نسيب فرق بين الكلمة والتانية، نظبط خطنا، نكتب جمل صغيرة، ما نكتبش اللي إحنا عايزين نقوله، لا نكتب اللي إحنا نعرف نكتبه. نخلي الجمل صغيرة على قد ما نقدر، ونحط في آخر كل جملة نقطة. الباراجرافات المشهورة نحاول نقرأها، وحتى لو ما جالناش واحد منها نحاول نستفاد من اللي إحنا حفظناه فيهم. يعني ممكن نستفاد من باراجراف، نكتب كل أي باراجراف. اهم حاجه ما نسيبش الورقه فاضيه، نكتب اي حاجه بس تكون صح بخط جميل وواضح وكون في الموضوع. والله المستعان. السلام عليكم.